بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي، بعد ما حضراتكم تشوفوا شرح أشكال المستقبل، أنا شرحت لحضراتكم على الكورونا وحليت كمية أسئلة على كل شكل من أشكال المستقبل الواحدة. بعد كده حضرتك الورق برضو بتاع الشرح نفسه بتاع المذكرة، أنا سيبه لك PDF في صندوق الوصف. يا ريت حضرتك بعد ما تذاكر كويس وتدون الملاحظات والورق ده لازم بقى، بعد كده حضرتك بقى ايه، تعالى معايا لكتاب المعاصر. انا هنحل معاك بداية من صفحة 135، بس يا ريت حضرتك تحل الاسئلة الاول، وبعد ما تحل الاسئلة تسمع الشرح، لان الشرح هيفيدك اكيد، هيأكد لك معلومة او معلومة ما كانت غامضة ولا حاجة يوضحها لك ان شاء الله. تعالوا كده اون بيج 135 صفحة 135 من تيست 1 نمبر 1. اي سبيس ذس ميديسين، يعني هذا الدواء. افتر اي هاف لانش، احنا عندنا افتر هنا جه بعدها مضارع بسيط اللي هو هاف، يبقى الفعل الثاني هيبقى فين؟ هيبقى في المستقبل، لان الروابط قلنا ليها ايه، مضارع بسيط او مضارع تام، والفعل الثاني هيبقى في المستقبل. طبعا هنا يا جماعه هيبقى مستقبل في المعلوم، يبقى ويل تيك اللي رقم سي. نمبر 2 ذيس ميديسين افتر اي هاف لانش، هي نفس المثال بس هنا بدا بالمفعول به، يعني عايز يبنيها للمجهول. فانا هنقول هذا الدواء ياخذ ولا يؤخذ؟ لا يؤخذ، يبقى رقم دي will be taken. نمبر 3 I expect عمر first next term، مش كلمة expect تدل على المستقبل؟ تمام، يبقى انه مستقبل فيه مستقبل البسيط اللي هو بتكون من ايه؟ من will زائد المصدر، وبالتالي هنعلم على رقم سي will come. نمبر 4 what a beautiful dress، يا له من فستان جميل. يبقى هنعمل ايه هنا؟ هنعمل قرار سريع، والقرار السريع من استخدامات المستقبل البسيط، يبقى ناخد رقم بي will buy. نمبر 5 leave this heavy bag، يعني اترك هذه الحقيبة الثقيلة. I space it upstairs for you later، واحنا اتفقنا مع بعضينا ان العرض نعرض على حد حاجة، بيبقى من استخدامات المستقبل البسيط اللي هو بيتكون من will زائد المصدر، وبالتالي هناخد رقم ايه will carry. نمبر 6 study for your exams or، ده هنا في تحذير عشان في كلمة or اهي، حط تحتها خط اور ده، فالتحذير من استخدامات المستقبل البسيط اللي هو بيتكون من فاعل ويل زاد المصدر، وبالتالي هنعلم رقم على رقم بي يو ويل فيل زم. نمبر 7 اي سبيس تو يور بيرث داي، يعني عيد ميلاد، اف يو دونت ترافل اي بروميس، انا اوعدك. اولا ده جواب شرط الاف في الحاله الاولى، بيبقى ويل زاد المصدر، وكمان في كلمه بروميس بتدل على المستقبل البسيط، يبقى اذا هناخد ويل كم اللي هي رقم ايه. Many test two I space the housework all morning tomorrow. خلي بال حضرتك هنا، ركز معايا حضرتك، بيقول لك كلمة all زائد مدة، من المعروف إن كلمة all زائد مدة تمام بتدل على اللي فيه ing، معروفة كده all زائد مدة بتدل على اللي فيه ing، يبقى إذا هنا هناخد رقم C will be doing، ومعنى الجملة أنا سوف أقوم بعمل المنزل كل فترة الصباح أو طوال فترة الصباح غدا. تو اف يو كول مي ات 5، لو انت اتصلت بيا الساعه 5 اي سبيس ان بيد بات اي ام نوت شور، يعني هنكون نايم في الفراش ولكني لست متاكد. انا قلت لك لما تلاقي اي ام نوت شور او بروبابل او بيرهابس او هو نو، تعرف ان انت هنا هتاخد ايه، مي بي، والفعل المضاف له ايه، اي ان جي، يعني تاخد مستقبل مستمر لكن بيفيد الشك، فناخد رقم بي مي بي سليبنج. نمبر 3 فروم 7 تو فروم 5 تو 7 I space physics، يبقى from مدة ومدة بيدل على المستقبل المستمر، يبقى هناخد will be studying، will be studying. Number 4 students from home in their tablets in the future، it is just a possibility، يعني مجرد احتمالية. طالما مجرد احتمالية يبقى شيء مش أكيد، يبقى إيه يا جماعة، هناخد may be studying، لأن زي ما قلت لك المستقبل المستمر لما يبقى فيه شك هناخد may be، واخد راحتك، والفيرب مضاف له ing. نمبر 5 I space for my exams so I can't go out with you، اتفقت مع حضرتك ان لما بلاقي كلمه can't بناخد يا اما مضارع مستمر يعني اما واذا وار والفعل مضاف له ing، او مستقبل مستمر اللي هو will be والفعل مضاف له ing، فانا هناخد رقم بي بالمعنى، انا هن ايه، هنكون بذاكر الامتحانات ولا ذاكر نستطيع الخروج معك. نمبر 6 people drive petrol cars now، الناس بيسوقوا عربيات بتعمل بالبنزين او البترول الان. زي سبيس بترول كارز ان 30 ييرز، وهيستمروا، يعني فعل سائد الان وسيكون مستمر في المستقبل، بنستخدم مستقبل مستمر،
يبقى will still be driving. Mini test 3 number 1 by this time tomorrow, يعني بحلول مثل هذا الوقت غدا. His base all his tasks, يعني مهامه هيكون أنهى كل مهامه. اللي احنا قلنا باي زائد مدة في المستقبل بتدل على المستقبل التامي اللي بتكون من will have وتصريف ثالث الفعل. وبالتالي ناخد رقم C will have finished. Number 2 phone me after 8 o'clock, يعني اتصل بي بعد الساعة 8. We will space dinner by then, يعني هنكون أنهينا تناول العشاء بحلول هذا الوقت. يبقى إذن يا جماعة ناخد have had اللي رقم C. Number 3 which of the following is correctly structured, يعني مين في دولة اللي قواعديا سليم. Number A by next year, I will buy a new car. لا ده buy زائد مدة في المستقبل بتدل على المستقبل التام. Will buy دي مستقبل بسيط. Number B by next year I will be being, أصلا دي أصلا مش مظبوطة. Will have been دي مش مظبوطة خلاص. ليه؟ لأن احنا أصلا be في المعلومة بنحط لهاش ing لأن ده فعل من أفعال الحالة. Number C next year I should have to buy. إيه ده؟ يعني كلام مش مظبوط خالص. رقم دي by next year I will have what. لأن by زائد مدة في المستقبل بتدل على المستقبل التام اللي هو بتكون من will have وتصريف تاء الفعل. وبالتالي هنعلم على رقم دي. Mini test 4 number 1 I have a plan. انا عندنا كلمة plan واحنا اتفقنا ان كلمة plan دي بتدل على المستقبل القريب, يعني بتدل على am او اذا are going to زائد المصدر. يبقى نعلم على رقم C am going to increase the quality, يعني جودة of our products منتجاتنا. Number 2 he has already decided, يعني بالفعل قرر. His base is old flat, احنا قلنا ان كلمة decide بتدل على المستقبل القريب اللي هو am او اذا are going to زائد المصدر. هنعلم على رقم A لانه معلوم مش مجهول. Is going to sell. Number 3 be careful وبعدين بعدها كوما. Honey use base, خلي بالك احنا قلنا يا جماعه لما يبقى في تحذير وفي علامه انك تلاقي كوما بعد التحذير او تلاقي exclamation mark معناها نستخدم going to. يبقى ناخد رقم B are going to fall. Mini test 5 number 1 some friends buy me for lunch as arranged. احنا قلنا كلمة arrange دل على المضارع المستمر اللي هو am او اذا و are والفعل المضاف ل ing. بس هو هنا معنى الكلام ايه؟ ان بعض الاصدقاء سيقابلونا, يعني معنى كان مبني للمجهول صح؟ المضارع المستمر في المجهول مفعول am او اذا و are being وتصرف التالت الفعل. وبالتالي نعلم على رقم دي. Number 2 I space some friends for lunch as arranged. احنا اتفقنا ان كلمة arrange دل على am او اذا و are والفعل المضاف ل ing. وبالتالي ناخد رقم C am meeting. Number 3 she is based to Paris at 5 tomorrow. She has booked a ticket. يعني قلنا لما يبقى التنبؤ بناء على دليل مادي تيكت باسبورت فيزا لقيت الفعل بوك اصلا او الفعل ريزير, ساعتها تاخد مضارع مستمر يعني تاخد ام او اذا وار والفعل مضاف له اي ان جي. فبالتالي هناخد اس فلاينج. وهنا اصلا دي كمان خطه شخصيه ذكر فيها المكان اللي هو باريس وذكر فيها الزمان اللي هو تومورو. هنا هناخد مضارع مستمر. Number 4 my secretary is based me at tomorrow's meeting in New York. She has already traveled there. هي بالفعل سافرت. يبقى هنقول ايه يا جماعه؟ is replacing اولا at زائد مده في المستقبل جاي لكم بتدل على المضارع المستمر اللي هو am او اذا are والفعل المضاف له ing او المستقبل المستمر اللي هو will be والفعل المضاف له ing. Number 5 she is based about the latest developments in the meeting tomorrow. طيب بص حضرتك المفروض يا جماعة في الجملة دي هناخد ايه؟ بناء على القاعدة المفروض ان احنا هناخده is knowing. بس طبعا لو خدت is knowing في الامتحان تبقى خطأ فظيع. لكن تاخد ايه؟ is going to know. ليه يا حبيبي تاخد is going to know؟ لان know ده من افعال الحالة اللي ما ينفعش نحط ال ing. فبنيجي مع الافعال دي بالذات وناخد ايه؟ is going to know لما يبقى في ايه؟ لما يبقى في ترتيب. طب تعالوا مع بعضنا على بيج 142 صفحة 242 نمبر 1 The bus is based to Aswan at 3 o'clock tomorrow as usual. It is very fast and comfortable. مش الباص ده من وسائل النقل العام؟ تمام, وسائل النقل العام بتتبع تايم تيبل يعني جدول مواعيد, خاصة ان ادالي الوقت مسبوقا بحرف الجر at 3 o'clock. وبالتالي ناخد مضارع بسيط يعني ناخد المصدر او المصدر في اس وبالتالي ناخد رقم بي اللي هي leaves. Number 2 the room is hot, الحجرة حارة. I space the window,
هنعمل ايه هنا يا جماعه؟ هنفتح الشباك، ده اسمه قرار سريع. والقرار السريع من استخدامات المستقبل البسيط اللي هو بيتكون من ويل زائد المصدر، وبالتالي هناخد رقم سي اللي هو ويل اوبن. نمبر 3 ذا سكول داي اللي هو اليوم المدرسي ات هاف باست 7 يعني الساعه 7:30. طب اليوم المدرسي بيبدا الساعه 7:30، مش ده جدول مواعيد تايم تيبل؟ وجداول المواعيد من استخدامات المضارع البسيط يعني ناخد المصدر مضافا له اس، فناخد ستارتس اللي اخر واحده. نمبر 4 ذا باك از تو از سو هيفي اي سبيس ات فور يو، الشنطه ثقيله انا سوف احملها لك، مش ده عرض؟ والعرض من استخدامات المستقبل البسيط اللي هو بيتكون من ويل زائد المصدر، وبالتالي نعلم على رقم A اللي هو الكاري. نمبر 5 in 10 years يعني في خلال 10 سنوات more people in the new administrative capital يعني العاصمة الإدارية الجديدة. بص ده أمر هيكون ساعد الحدوث في المستقبل، يعني هيكون في ناس كتير بتعيش في العاصمة الإدارية الجديدة، فده أمر هيكون ساعد في الحدوث في المستقبل، فهنستخدم المستقبل المستمر لو will be living لو بتكون من will be والفعل مضاف له ing. نمبر 6 look at the helicopter coming down it is based in a minute، بص look at the helicopter coming down يعني الهليكوبتر جاي اهي، ده تنبؤ بناء على دليل معنوي انت شايفها بس ما تلمسهاش، ده شرح مستر ايمن في الدليل المعنوي. فالدليل المعنوي مع المستقبل القريب، والمستقبل القريب بيتكون من اما واذا وار جوينج تو زائد المصدر، وبالتالي هناخد رقم سي از جوينج تو لاند. نمبر 7 this time next week، كلمة this time ديت لما يجي بعدها مدة في المستقبل بتاخد ايه؟ يا اما مستقبل مستمر يا اما مستقبل تام على حسب فهمك للجملة. هو مريحني وما ادانيش الا مستقبل مستمر، وبالتالي نعلم على رقم دي I will be sunbathing يعني اخد حمام شمس on the beach. واحد بيقول لي يا مستر لا هو فعلا كان واخد مستقبل مدي مستقبل تام، لكن هو معنى الكلام ان في مثل هذا الوقت الاسبوع القادم انا سوف اكون اخد حمام شمس on the beach، يبقى الاجابة رقم دي. طبعا رقم ايه هي مستقبل تام، بس يعني المعنى مش هيبقى راقب، مستقبل تام لو هناخده هيبقى ايه؟ هيبقى معناه انتهيت من عمل الشمس، حمام الشمس على الشاطئ، فطبعا المعنى هنا مش هركب خالص يعني. نمبر 8 اتس 10 تو 12 بي ام كو كويكلي يعني اذا بسرعه تو باي ذيس ميديسن بيكوز ذا فارماسي ات ميد نايت، لان الصيدليه بتقفل في منتصف الليل. طبعا مع ده كده ان لا جدول مواعيد ماشيه بيه، فجدول المعيد مع المضارع البسيط يبقى ايه؟ هناخد كلوزس اللي رقم سي اللي هو المصدر مضافا له اس. نمبر 9 a lot of people are waiting for the museum to open يعني كتير من الناس منتظرين للمتحف عشان يفتح، يبقى اذا هنا تنبؤ بناء على دليل معنوي، فناخد مع الدليل المعنوي ده من استخدامات المستقبل القريب اللي هو بيكون من اما واذا وار جوينج تو زائد المصدر، وبالتالي هناخد رقم A it is going to be a busy day. 10 be careful كن حريص the bus is based towards us. طيب هو be careful المفروض وفي علامة تحذير المفروض ناخد going to، بس خلي بالك ان انا قلت لك ان الفعل come و go و leave نستخدمهم مع المضارع المستمر حتى لو كان فعل على وشك الحدوث، وبالتالي ناخد A يا جماعة is coming towards us. Leaving my brother will go to the park when he spaces his homework. بص حضرتك هنا will go يعني مستقبل، وعندنا when رابط، فالرابط بيجي بعدها مضارع بسيط يعني المصدر او المصدر بإس. طب هنا هي يبقى ناخد المصدر في إس، فنعلم على رقم دي finishes. 12 I will help you as soon as I space my work. طب will help يعني مستقبل، وهنا as soon as وبعدها فاعل، هيجي بعدها ايه؟ مضارع بسيط ما فيش، لا في هو في بس في اس، في اي مش هناخدها يعني مش هناخد الفعل في اس مع اي، او مضارع تام في have finished. المضارع التام طبعا بيتكون من have او has والتصريف الثالث للفعل. 13 we won't start the meeting يعني مش هنبدا الاجتماع until you حتى انت ايه تصل، until ده رابط وهنا won't start يعني مستقبل، يبقى اذا هناخد ايه يا جماعه بعديه مضارع بسيط او مضارع تام، فالمضارع البسيط هيبقى arrive اللي رقم ايه لان طبعا يو فاعل جمع. نمبر 14 هي سبيس اور ريليتيفز تومورو everything is arranged، حط لي خط تحت كلمه arranged. arranged دي دل على ايه؟ على المضارع المستمر، والمضارع المستمر يا جماعه بيتكون من اما واذا وار الفعل مضاف له اي ان جي، فهناخد رقم بي از فيزيتنج. 15 اي كانت جو تو ذا كلوب ات 7 نيكست فرايداي،
as I space some trees in my garden. انا قلت لك لما بنلاقي كانت بندور على مضارع مستمر يعني اما واذا ار فعل مضاف له اي ان جي او مستقبل مستمر يعني ويل بي والفعل مضاف له اي ان جي وبالتالي هنعلم على رقم A ويل بي بلانتنج. 16 the program predicts يتنبأ what life like in 40 years time. احنا متفقين مع بعض ان كلمة predict بتدل على المستقبل البسيط اللي هو بتكون من will زائد المصدر وبالتالي هنعلم على رقم D will be. 17 I haven't seen my cousin for 5 years. يعني بقول لم ارى ابنة عمي بقالي خمس ايه بقالي خمس سنين. انا متأكد انها هتكون نمت يعني ازدادت في وزنها يبقى ناخد رقم B will have grown اللي هي مستقبل تام اللي هو تكون من will have والتصريف الثالث للفعل. 18 إسراء is known to be clever. يعني إسراء معروف أنها مهرة. She is based the full mark easily. يعني سوف تحصل على الدرجة النهائية بسهولة. يبقى ناخد will get. ليه يا جماعة؟ لأن clever دي صفة شخصية والصفات الشخصية بنستخدمها مع المستقبل البسيط يعني مع will زائد المصدر. 19 I've got a job in Luxor. يعني حصلت على وظيفة في Luxor. So I space there for the next 2 years. يعني هنشتغل هناك سنتين قادمتين. طيب يا جماعة يعني كده معناها ان العمل ده فعل سيكون مستمر الحدوث في المستقبل. ولما يبقى الفعل مستمر الحدوث في المستقبل يبقى نستخدم مستقبل مستمر يعني هنستخدم will be working اللي رقم دي. 20 by 10 o'clock tonight. by زائد مدة في المستقبل بتدل على المستقبل التام اللي هو بيتكون من will have والتصريف الثالث للفعل وبالتالي هنعلم على رقم دي I'll have finished all my homework. 21 when you get off the train هنا when you get off يعني when جي بعدها ايه when ده رابط وجي بعدها مضارع بسيط I space for you يعني هنكون في انتظارك يعني فعل سيكون مستمر الحدوث في المستقبل وبالتالي يا جماعة هنستخدم will be waiting لان اصلا الفعل wait اصلا من الافعال التي تستمر في حدوثها لفترة طويلة وبالتالي بنستخدمها مع المستمر. طب تعالوا مع بعض كده في بيج 156 صفحة 156 نمبر 1 Can you come on Monday evening؟ هل ممكن حضرتك تيجي في يوم الاثنين مساء؟ فقال له I'd love to but I space tennis with my friends. يعني أثناء الوقت اللي هو كان عايز يأتي بيه هو هيكون بيلعب فيه ايه تنس يبقى ده فعل وقت يحدث في وقت فعل فأنا لما بنلاقي فعل بيحدث في وقت فعل بنستخدم يا إما مضارع مستمر يعني أما وإذا وآر الفعل مضاف له ING وبالتالي هنعلم على رقم دي ام بلينج او مستقبل مستمر اللي هو ويل بي والفعل مضاف له ان جي طبعا ما بدهمش ليش ليه الاثنين مع بعضهم في الاستخدام ده ابدا. نمبر 2 اي ويل سبيس ماي انكل اوف ات ذا ايربورت سو اي كانت ميت يو ات 9. طيب حط لي خط تحت كانت انا قلت لك لما بنلاقي كانت بناخد ايه يا مضارع مستمر يعني اما واذا عرف الفعل مضاف له ان جي يا مستقبل مستمر يعني ويل بي والفعل مضاف له ان جي فانا هناخد رقم A will be seen. واحد يعترض يقول لي هي seen فنحط لها ING يقول لك ايه ولو كانت بمعنى يودع انا بقول لك انا هنودع عمي في المطار. نمبر 3 it's arranged with based to the red sea البحر الاحمر this summer. طيب يا جماعه مش arranged دل على ايه على المضارع المستمر المضارع المستمر اللي هو اما واذا وار الفعل مضاف له ING وبالتالي هناخد رقم A are going. نمبر 4 I think my brother a doctor he is very clever. clever صفة شخصية والسمات الشخصية أو الصفات الشخصية بتبقى مع المستقبل البسيط اللي هو will زائد المصدر وبالتالي ناخد رقم D will be. نمبر 5 from 5 to 7 next Monday يعني من الساعة 5 للساعة 7 الاثنين القادم I space a medical conference يعني هنكون بنحضر مؤتمر طبي فده فعل هيكون مستمر في الحدوث في المستقبل من 5 لـ 7 يبقى هنستخدم المستقبل المستمر اللي هو بتكون من will be والفعل مضاف له ing وبالتالي هناخد رقم C will be attending. Number 6 I space 18 next Monday. طيب يعني انا عايز نقول انا هنكون عندي 18 سنة الاثنين القادم مش ده عمر والعمر حقيقة والحقيقة من استخدامات المستقبل البسيط الذي يتكون من will زائد المصدر وبالتالي نعلم على رقم B لو will be. Number 7 the museum typically يعني في نفس الوقت أو بنفس النمط يعني at 8 a.m. طبعا المتحف من الحاجات اللي لا مواعيد ثابتة وهو سهل لي الجملة لما قال لي at 8 هناخد opens لأن الحاجات اللي لا مواعيد ثابتة بتكون مع المصدر او المصدر زائد اس اللي هو المضارع البسيط.
نمبر 8 دكتورز بريدكت يتنبؤون زي سبيس كرونيك ديزيزز. كرونيك ديزيزز يعني الامراض المستعصيه، وبريدكت ده هو دل على المستقبل البسيط، والمستقبل البسيط بيتكون من ويل زائد المصدر اللي هو رقم بي اللي هو ويل تريد. نمبر 9 ويف ران اوت اوف شوجر يعني نفذ منا السكر، فالتاني قال له ايز بيست تو ذا ماركت اند جيت سام. لاحظ هنا ان الفعل مش واحد لان هي وي، وهنا الفعل اي، فهنا ده بيعرض المساعده تمام، وعرض المساعده من استخدامات المستقبل البسيط اللي هو بتكون من ويل زائد المصدر، يبقى ناخد ايه اللي ويل جو تو ذا ماركت اند جيت سام. 10 وات وود يو لايك تو ستارت يور لانش ويز سير يعني تحب تبدا العشاء بتاعك بايه، الغداء بتاعك بايه. فقال له مام قالت له ايس بيس ويز لينتل سوب. لينتل سوب يعني شوربه عدس، وده اسمه قرار سريع، والقرار السريع مع ويل زائد المصدر يبقى نعلم على رقم A. 11 it's very cloudy. cloudy يعني ملبد بالغيوم. I think it is best by the time we are leaving the office. بص حضرتك cloudy اللي ملبد بالغيوم ده تنبؤ بناء على دليل معنوي، والتنبؤ بناء على دليل معنوي من استخدامات المستقبل القريب الذي يتكون من am او is او are going to زائد المصدر، وبالتالي هنعلم على رقم B is going to be rainy. 12 what are you doing next Saturday afternoon ماذا ستفعل امتى السبت القادم بعد الظهر. فقال له I am not sure. طالما قال له I am not sure يبقى على طول هتدور على كلمة may. هو مستقبل مستمر تمام، بس ايه مستقبل مستمر في شك، فناخد may be sleeping at home يعني ربما اكون نائما في البيت. 13 soon after the exams يعني بعد الامتحانات. رقيس بيستو أسوان as planned يعني تروح لأسوان كما هو مخطط. بلان من الكلمات اللي بتدل على المستقبل القريب لو بتكون من أما وإذا و are going to زاد المصدر، إذا هناخد رقم C is going to travel. 14 I is best to Paris next Monday it's all arranged by me. كلمة arrange ديت من الكلمات اللي دل على المضارع المستمر اللي هو بتكون من am او is او are الفيرب مضاف له ing، وبالتالي هناخد رقم B اللي هو am flying. 15 the drinks will space هي المشروبات هتأمر ولا تؤمر؟ هتؤمر، يبقى اذا مبنية للمجهول. بص ركنين المجهول ايه؟ verb to be والتصريف الثالث. الله ينور عليك، يبقى اذا ناخد رقم A be ordered. 16 it has already been decided the space a meeting when the new bus has arrived. بص كلمة ديسايد دل على المستقبل القريب اللي هو بتكون من أما وإذا وآر جوينج تو زائد المصدر، وبالتالي هنعلم على رقم B آر جوينج تو ها. 17 people in houses underwater in 20 years time يعني الناس هيعيشوا في منازل تحت الماء في خلال 20 سنة. ده معناه إن فعل سيكون مستمر الحدوث في المستقبل بس في شك، فهنا هنستخدم مستقبل مستمر تمام بس مع مين؟ مع may. يبقى نقول may be living اللي رقم C. eighteen I space tomorrow I've got my plane ticket. خلي بالك ان كلمة ticket يعني تذكرة، والتذكرة يعني دليل مادي، والدليل المادي مع مين؟ مع المضارع المستمر اللي هو am او is او are الفيرب مضاف له ing، وبالتالي هناخد رقم A اللي I am leaving. 19 I have an intention يعني نية to study Russian. Russian اللي هو الروسي. I space for a course يعني أنا أنوي أتقدم لكورس. طالما في كلمة intention يبقى دل على المستقبل القريب يعني دل على am أو is أو are going to زاد المصدر، وبالتالي هناخد رقم A اللي am going to apply. 20 مصطفى joined يعني التحق the faculty of medicine يعني كلية الطب two years ago يعني من سنتين. his base as a doctor طيب هنا تنبؤ بناء على دليل معنوي، هو التحق بكلية الطب بقى له سنتين يبقى هو ايه هيتخرج يبقى دكتور. يبقى التنبؤ بناء على دليل معنوي من استخدامات المستقبل القريب اللي هو من am واذا are going to زاد المصدر، وبالتالي ناخد رقم B is going to graduate. 21 this is the key of your car يعني ده مفتاح العربية. Use this it if you come first. يبقى هنا جواب شرط لقاعدة if في الحالة الأولى بيبقى will زائد المصدر، ده من استخدامات المستقبل البسيط اللي هو أساسا بيتكون من will زائد المصدر، فنعلم على رقم دي وبرضه ده وعد.
22. I expect they space the match tomorrow. أتوقع أنهم سيفوزوا بالمباراة غدا. Expect ديت من الكلمات الدالة على المستقبل البسيط اللي هو بتكون من will زائد المصدر، وبالتالي ناخد رقم بي اللي هو will win. 23 is the temperature of the world، يعني درجة حرارة العالم. In the future، يعني ستستمر في الزيادة، يعني فعل يحدث الآن ومن المتوقع أن هو يستمر في المستقبل، فده بنستخدمه في المستقبل المستمر اللي هو بتكون من will be والفعل المضاف له ing، وبالتالي ناخد رقم A will still be rising. 24 space your epoch tomorrow. No you can brew it. يعني عايز اقول له هل انت هتكون بتستخدم الايبوك اللي هو القرض الالكتروني بتاعك غدا؟ قال له لا ممكن تستعيره. ده اسمه ايه؟ طلب مهذب. والطلب المهذب بنستخدمه مع مين؟ رد عليا مع المستقبل المستمر اللي هو will be والفعل المضاف له ing، وبالتالي هنعلم على رقم دي will you be using. 25 finish the report today or you space your job. يعني بقول انهي التقرير النهارده والا، تحذير كلمه or يبقى من استخدامات المستقبل البسيط اللي هو بيتكون من will زائد المصدر، يبقى نعلم على رقم A will lose. 26 this is time next Friday، يعني في مثل هذا اليوم الجمعه القادمه. The car is best to me، يعني العربيه هتكون ملكا لي، صح كده؟ طيب واحد يقول لي يا استاذ ما هو زيس تايم ديت وفي مده دل على المستقبل، المفروض ان انا استخدم مستقبل مستمر، يعني عايز تقول ايه يا حبيب؟ يعني نقول يا استاذ ويل بي بيلونج، يقول هتاخد صفر كبير قوي. ليه؟ لان بيلونج من الافعال بتاعه الحاله، وافعال الحاله لا نضع لها اي ان جي، وبالتالي نستخدم مستقبل بسيط اللي هو رقم دي ويل بيلونج. 27 ليفربولز بلاير ار نون تو بي سكالد، يعني لاعبة ليفربول معروف انهم مهرة. سكالد صفة شخصية دائمة، والصفات الشخصية الدائمة من استخدامات المستقبل البسيط اللي هو من ويل زائد المصدر، هناخد رقم A زي ويل وين ذا ماتش ايزلي. 28 I can't travel at 9 AM tomorrow as I space a meeting. خلي بالك كلمة can't لما بنلاقيها بتدور على مضارع مستمر، يعني اما واذا ار الفعل مضاف له ing او مستقبل مستمر يعني will be الفعل مضاف له ing، وبالتالي هنعلم على رقم دي will be having. 29 I want to buy a new camera، يعني انا عايز نشتري كاميرا جديده. So I space save a lot of money، يعني هنحوش كثير من الفلوس. احنا اصلا عارفين ان الفعل save ده اصلا بيدل على المستقبل القريب اللي هو اما واذا وار going to، وبالتالي هنعلم على رقم A am going to. 30 I won't be able to talk to you all the day tomorrow، يعني لن أستطيع أن أتحدث أو لن أتحدث لك طوال اليوم غدا. because إحنا أصلا متفقين على أن كلمة all زائد مدة في المستقبل بتدور دايما على اللي في ing. طيب I space my homework، هل ينفع ناخد would be doing؟ لا، لأن سياق الجملة أصلا مش ماضي، يبقى ناخد رقم C will be doing doing، ولا إن أصلا ديت بتدل على إيه؟ فعل سيكون مستمر الحدوث في المستقبل، وبالتالي هنستخدم مستقبل مستمر. 31 she will phone us as soon as she is based at Madrid airport. انا لقينا هنا كلمه as soon as يعني رابط زمني، ومعاه will phone يعني مستقبل، يبقى ناخد مضارع بسيط arrives للمصدر او المصدر مضاف له اس. 32 the match starts يعني الماتش هيبدا at 9. This is according to، ده وفقا لإيه؟ لما هنا اداني مضارع بسيط يبقى هندور على جدول مواعيد. يعني ايه جدول مواعيد؟ يعني تايم تيبل برقم B. 33 I am sure he will come first، انا متاكد انه هيطلع الاول. طب يبقى ده تنبؤ، صح؟ تنبؤ، لان كلمه I am sure او كلمه sure دي اصلا من الكلمات اللي تدل على التنبؤ، يبقى ناخد ايه؟ تنبؤ بالانجليزي يعني prediction يبقى رقم B. 34 I am flying to London at 6:30 next Friday، يعني أنا مسافر للندن الساعة 6:30. مشكلة يا جماعة، خطة شخصية مكتملة ذكروا فيها المكان اللي هو لندن والزمان الساعة 6:30 next Friday الجمعة القادمة، يبقى هنا ترتيب. الترتيب يعني بالإنجليزي يعني arrangement اللي رقم A. 35 I am going to go shopping for clothes next Monday. This is my، خلي بال حضرتك going to يعني في نية، صح؟ استخداماتها النية،
وإن يعني إيه بالإنجليزي؟ يعني intention، يبقى نعلم على رقم C. 36 I can't go for a walk tomorrow as، أنا لقيت كلمة can't، وأنا إيه اللي حضرتك لما تلاقي كلمة can't هتدور على حاجتين، على مستقبل مستمر يعني will be والفعل مضاف له ing، طب ما رقم ايه اهي I will be helping، او دور على مضارع مستمر يعني اما واذا ورا الفعل مضاف له ing، طب ما رقم سي اهي I am helping، يبقى نعلم على رقم دي. 37 will you be using your tablet tomorrow، ده معناها طلب مهذب، ده معناها طلب مهذب، يعني معناها ان انا اريد ان استعير التابلت بتاعك، ده معناها كده، يبقى رقم B I want to borrow your tablet. 38 people will still be reading paper bags in the future، يعني الناس هتظل تقرأ الكتب الورقية في الفيوتشر في المستقبل، ده معناه ايه؟ ده معناه ان فعل سائد حدوثه الان ومن المتوقع ان يستمر الحدوث في المستقبل، يبقى ناخد رقم C people read paper bags at present. 39 رقية has an intention، the intention أن هي to revise her physics lessons tomorrow، يعني دروس الفيزياء بتاعتها غدا. This means، ده معنى إيه؟ بص يا حنية، النية من استخدامات المستقبل القريب اللي هو بتكون من إيه؟ من أما وإذا أرجو وإن بتوزاد المصدر، وبالتالي هناخد رقم دي لرودينا is going to revise her physics lessons tomorrow. He has arranged everything for his wedding next Thursday، يعني رتب كل شيء لحفل زفافه الخميس القادم. This means ايه؟ بص يا جماعة، طالما arrange وطالما حفل زفاف يعني مناسبة اجتماعية، يبقى نستخدم مضارع مستمر، يعني نستخدم اما واذا وار الفعل مضاف له ing، وبالتالي نعلم الرقم ايه؟ He is getting married next Thursday. طيب نمبر 1 Page 161. Number 1 I offered to help him in his difficult situation. He refused. بص فيه في الستوب وكما. طالما فيه في الستوب وكما، هنا هنجيب من كلمة مين؟ Surprisingly، يعني من الغريب أن إنه رفض. Number 2 We work hard we can achieve our goals in life. طيب يعني بيقول يا جماعة احنا عملنا بجد لكي نحقق أهدافنا في الحياة. لو أنت بصيت بعد النقاط في we can، فطالما وي كان هتدور على حاجه فيها مين؟ ذات، ما احنا قلنا كلمه سو ذات، وان اوردر ذات وذات بيجي بعدها فاعل كان او مي او ويل كمان في المضارع او كود او مايت او اف في الماضي. نمبر 3 شي وونتد شي ويستد هير تايم، يعني هي ضيعت وقتها. سو شي فيلد ذا اكزام، يعني ولذلك سقطت في الامتحان. او از ا ريزلت شي فيلد ذا اكزام، أو she failed the exam as a result، كل الإجابات دي صحيحة، وبالتالي نعلم على رقم دي. نمبر 4 رقية loves children، طبعا يا جماعة دي يعني جملة كاملة، رقية فعل ولفظ فعل وchildren مفعول، يبقى هنا هنجيب رابط بيجي بعديه جملة كاملة، يبقى نستخدم كلمة because اللي رقم A. she chose to be a primary school teacher، مدرسة مدرسة ابتدائي. نمبر 5 her love for children، ده هنا بقى جاب إيه؟ اسم يعني جملة ديت جملة ما فيش فيها فعل. Her love يعني حبها للأطفال. رقية chose to be a primary school teacher، يبقى نقول بسبب حبها، يبقى due to لرقم دي. Number 6 she is engaged to a young man. Engaged يعني مخطوبة. You have played tennis with، اللي أنت لعبت معه تنس. طيب لو قلت هو صح، ولو قلت ذات صح، ليه؟ لأن كلمة young man عاقل، والعقل بياخد هو أو ذات. طب ممكن تصنع الضمير؟ ايوه، لان معروف ان ضمير الوصل لما بيجي بعدها ضمير فاعل اللي هو يو، ضمير اهو، ممكن نستغنى عنه نو بروناون، وبالتالي نعلم على رقم دي. نمبر 7 I feel sorry for the tall girl، البنت الطويله. food in this restaurant هو service، فعلا، او serving تنفع، لان احنا ممكن نحذف ضمير الوصل فنحط الفعل اي ان جي، فنعلم على رقم دي اللي هي ايه وبي الاثنين. نمبر 8 I don't like the food in this restaurant. طيب الطعام الذي قدم، يعني المفروض تقول which is served، لان الطعام ده ايه؟ الطعام ده غير عاقل. فاحنا لما تبقى الجمله مبنيه للمجهول، ممكن نستغنى عن ضمير الوصل وفيرب تو بي، ونكتفي بالصرف التالي، فناخد ايه؟ served اللي رقم C. 9 with my team to win the cup I was eager متلهف to watch the match in the stadium، طبعا نقول predicted كما هو متنبأ لرقم B.
نمبر 10 the victim stabbed يعني طعن with a sharp knife يعني سكينة حادة. احنا قلنا يا جماعه ان في افعال ممكن نستخدم فيها الفعل get بدلا من verb to a بدلا من verb to be ومنهم الفعل a got. وده طبعا ان سياق الجملة الماضي فهناخد got اللي رقم a. ربنا يوفقكم ويفتح عليكم مغالق الفهم والحفظ واجعلكم يا رب دايما الموفقين. وفقكم الله واعانكم.